من تطلع محامية تفتح بثوث قبل شهر واليوم يتأكد كلامه وتقول ما يمشي ما يمشي هذا القانون ولا يتعدل. أنا كمتلقي يعني هسه احنا قمنا المؤيدين قمنا ما نحكي قمنا نسكت لأنه الكلمة إلها أولاً يعني هذه من أي صح دعم صح حتى تتكلم بها القوة. أولاً أفهم هاي النقطة. أولاً حقيقة أحترم رأي هذه الإمرأة وأختلف معها 180 درجة. هاي شو أنا أقول شيء أحترم رأيها واضحة لا دينية مرتبطة بالسفارة مرتبطة بوزارة خارجية هي علمانية تريد الإباحية هي نفسها اعترضت على قانون تجريم البغاء والمثلية الجنسية هاي هويتها. لكن تعالي لما نجي قيادات شيعية ترضخ لإرادة مثل هؤلاء النكرات هم على باطلهم أقوى منا على حقنا كما يقول أمير المؤمنين فنتلو من هذه هويتها واضحة. لكن تعالي للإسلامي أنا اليوم أكثر من 190 مقعد يا جماعة وقانون حق يعني بعدالة متساوية أجي أحتاج إلى صفقة أو أرضخ لإرادة هذا وذاك وأجله والله شنو خلاف ما بين وهاي طبعا كذبة خلاف على مود كركوك شنو علاقة كركوك بهذا القانون أنتوا نفسكم الشيعة قعدوا بأغلبية وفي أي يوم إحنا احتاجنا إلى توافق كل الموازنات ستفرع كل الموازنات تم التصويت عليها بأغلبية قانون الحل الشعبي تم التصويت عليه بأغلبية بينما هذا القانون هو أقدس قانون في تاريخ العراق